بإذن الله بإذن الله. برحب بيكم تاني مشاهدينا في كل مكان، جمهور النادي الأهلي العظيم وعشاق الكيان، مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من حلقات البيت الكبير. الحقيقة زي ما كابتن عيني كان بيقول دلوقتي، يمكن ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن قطار الدوري الممتاز وانطلاقه، وسط طبعا توقعات كثيرة جدا من الكل. خلينا نقول إنه يكون واحد من أمتع مواسم الدوري الممتاز. ليه بقول كده؟ علشان كل الأندية النهاردة نجحت إنها تدعم صفوفها بلعيبة متميزين جدا، ويمكن كانت المفاجأة كمان الأندية اللي صعدت للدوري الممتاز الموسم اللي فات ده اللي لسه خلصان، سيراميكا كليوباترا، بنتكلم على البنك الأهلي، بنتكلم عن غزل المحلة، وطبعا يعني ميركاتو صيفي عالي جدا جدا، وتحديدا سيراميكا والبنك الأهلي اللي نجحوا بالفعل إن هم يضموا أسماء رنانة. يمكن لما بنتكلم عن سيراميكا كليوباترا بس بنتكلم عن محمد ابراهيم، صالح جمعه، عامر حارس مرمى طبعا الانتاج الحربي، ورجب بكار. البنك الاهلي نجح في انه يتعاقد مع احمد علي، كوفي، معروف يوسف، وكمان معاه ثنائي الاهلي طبعا الشباب محمد فخري وشادي رضوان. علشان كده الدور الموسم ده لا بنقول انه قوي جدا، هيبقى صعب، في توقعات كل الفرق يمكن عندها طموح ان هي توصل لاهدافها، واشتغلت على كده فعلا خلال فتره الاعداد، وفتره الاعداد ديت يعني تعتبر قصيره جدا. احنا بنتمنى ان الموسم ده ان شاء الله يخرج على خير ويعدي على خير، ما يحصلش فيه اي ازمات او اي مشاكل او اي تاجيلات. المفروض انه الدوري بينتهي في نهايه يونيو اللي جاي، وقبل طبعا بطولة دوري الألعاب الأولمبية. فاحنا بنتمنى يا رب يا رب انه اللي حصل او الظروف الصعبة اللي كنا كلنا يمكن شاهدناها المسابقة في النسخة اللي فاتت ما تتكررش تاني، واكيد بنتمنى التوفيق للجميع. لكن ان شاء الله بطولة الدوري 43 بإذن الله تكون هنا في النادي الأهلي ان شاء الله. ولا إيه؟ بإذن الله.